يا رب. ابو العباس جاي ومعي خالتك ام حسان. لو هيك اتفقنا انا وياه. لو خلصني هلا بحكي لك بعدين. اهلين خالتي. اهلين خالتي. هذا انت هون والدنيا قايمه وقاعده بغيابك. ليش خير؟ شو صاير خالتي؟ شو في؟ نحن اليوم وصلنا من حلب. وصلت من حلب وجيت على الملكانه، قول لا اطمن على خالتي شو صاير فيها بغيابك. لا خالتي احكي لي شو في. ايه انا يلا ليكي. خالتي احكي، شلشتيني ها؟ خليني اقعد بالاول وبعدين بحكي لك. شرفي. اهلا وسهلا خالتي. الله يسلمك. وهي عدي. كنا انا ومالي الشام اليوم عم نحضر عرس بنت ابو طالب. ابو طالب ما غيره؟ ايه ابو طالب ما غيره، صاحبك. بس السيره خالتي مو هون. لكن وين؟ بالعرس يا خالتي. صار شيء ما بيفوت الاهل بنوب بنوب بنوب. شلشتيني خالتي، احكي لي. خالتي مال الشام هي شافت برقبة العروس طوق، تقول خنطق منطق بيشبه الطوق اللي كانت لابسته وقت اللي اجت لعندكن وهي صغيرة. ايوه. وصارت مال الشام بدها تعرف شو سر الشبه بين الطوقين. علي الحلاج جننتيني خالتي، ما عم بفهم عليكي، شو قصدك؟ ها ها ها، معناته لازم يكون في صلة بين بيت أبو طالب وبين مال الشام. صلة شو؟ الطوقين اللي عم نحكي عنهم مالهم شبيه بكل الشام، ولازم يكون ورا الشبه في لغز. خالتي أنا ما عاد فهمت شي. أنا عم بقول يا خالتي يمكن تكون مال الشام بنته لأبو طالب. بنت أبو طالب؟ إيه. عوز بلا خالتي، شو عم تحكي أنت؟ كنا درينا بهالشي من زمان. ومنين بدك تدرى بقى؟ خالتي أنا طاش حجري. ها هديلي حالك وخلينا نعرف إذا كان أبو طالب عنده بنت ثالثة أو لا غير مريم وصالحة، وساعتها بينفك اللغز. خالتي والله ما أنا راكبة، ما أنا راكبة منو؟ مال الشام على قول أخي عباس الله يرحمه بنت تاجر حلبي، شلون بدها تكون بنته لأبو طالب؟ من شغلة الأطواق لخالتي باينة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا ما هالسيرة معقولة مال الشام تكون بنته لأبو طالب؟ خير يا رب. شو هالشي اللي مستعجل اللي مخلي خالتي ام حسان تلطش من لطش على حمزه لقوه بنصاص الليالي؟ لك ايه هو من غير شي جاي الدنيا موس عنده وماله طايق حاله بعد ما رجع حايد الرجال. خالتي بنطلع الضو بتروحي لي على بيت ابو طالب وبتخمي لي الجو من تحت لتحت، بتشوفي لي ابو طالب كاين عنده شي بنت ضايعه مفقوده، يعني شوفي لي شو السيره. خلص خالتي لا تاكل هم من هالناحيه ابدا، انا رح اتصرف. وبتبلغيني شو بيصير معك على حالك خالتي الله يرضى عليكي، لانه عقلي رح يسحل من محله. اخ يا خالتي واخ، وانا كمان بدي اعرف شو السيره، لك بدي اعرف شو سر الشبه. ما بدي وصيك يا خالتي ما بتجيبي سيرة قدام مال الشام بنوب بنوب لبين ما نشوف شو الموضوع وتبين معنا السيرة. لا توصي حريص لك خالتي، لا توصي حريص. عمي ابو العباس شرف، هي احلى كاستين شاي على الحطب. بلاها الشاي خالتي. لا يا خالتي بعد ما تعذبت فيه. طلال الله يرضى عليك، بتوصل خالتي ام حسان على الحاره وبترجع لعندي مثل الطير الطاير. ضيق شوي، صاير شي احكوا لي، والله وغوشتوا لي قلبي. بعدين طلال بعدين بحكي لك. امرك ابو العباس. شرفي خالتي شرفي. خاطرك خالتي. هون يا خالتي. الله معكم. الله يسلمك. ويا بيقولوا رجعنا على الحرم.
خلص بعتت خبر ورا عمك، بكره ان شاء الله بيكون بالشام نشرح له السيره عسى يلاقي لها دوبار. ما رح يجيني صبر لبكره، وهذا غير انه يا خوفي عمي ما يوفي بمواعيده مثل العاده. لا بكره باذن الله بده يكون هون، لانه انا بعتت شاب من معارفه لحلب ما بيرجع الا هو وياه. انت بس استهدي بالله يا بنتي، فوتي نامي وانا كمان ناس بدينا تصبحي على خير. العباس انا ما عرفت كيف رحت ورجعت، هلا بدك تحكي لي شو لانه انشلشت انا. اسمع شو بدي اقول لك. قول. السيره بدي احكي لك اياها لجنان وحده بوحده، لهيك فتح عقلك معي منيح وعود. احكي لي. يوم اجت البنت مع اخي عباس لعنا، بهداك الوقت كان عمرها سنتين ونص. هي نفسها اللي طلعنا سالنا عن اهلياتها بحلب. لك ايه. المهم كان في برقبة طوق غريب عجيب وماله مثيل بكل الشام. ايه كمي. ومن وقت البنت متعلقة بهذا الطوق وما بتفكه من رقبتها غير غصبا عنا. ابو العباس عطيني الزبدة الزبدة. امبارح مال الشام راحت مع خالتي ام حسان على عرس بنته لابو طالب. ابو طالب الانواتي ما غيره. ايه قام شافت برقبة العروس طوق مثل الطوق اللي برقبة مال الشام. ايوه. ومن ساعة مال الشام ما شافت هالشوفة البنت جنت وصارت تلخبيط. ايه وشو يعني؟ وعلى قول خالتي ام حسان ما في بكل الشام طوقين مثل هالطوقين اللي عم نحكي عنه. والمعنى؟ معقول تكون المستورة بنت ابو طالب؟ الله اكبر على هالسيرة. خوش خالتي شكها قلبها وعم تقول لازم يكون في لغز بقصة هالطوقين. ايوه هلا فهمت ليش اجت لعندي هيك معجوقة وبس بدي انا اطلع جيبك من حلب. ايه نعم. يا محمد يعني معقول تطلع بنته لابو طالب؟ لك انا اللي عم بسألك. يا سيدي عن جد هالسيرة بتحط الأعل بالكف. عرف بقى ليش أنا كل الوقت مشلوش وضايش؟ ومثل ما قلت لي لجنان وحدي بوحدي. إيه؟ يا ميت أهلا وسهلا بخالتي أم حسان، تفضلي. بالمهلة تقبريني، امبارح ما عملت وإن شاء الله عقبال ما نفرح فيك يا حق. الله يسلمك، وعقبال ما نفرح بمال الشام. آه، إيه إن شاء الله إن شاء الله. الوالدة موجودة؟ إيه طبعاً، تفضلي لنعدي لك إياها شرفي. يزيدك شرف يا رب. بالمهلة حبيبتي. شرفي اهلا وسهلا. مبارك ما عملتوا وعقبال عن صالحه وطالب يا حق. الله يبارك بعمرك، اهلا وسهلا فيك. الله يسلمك. شو جبتي لنا معك مال الشام؟ غير مره اختي ام طالب، ان شاء الله الجايات اكثر من الرايحات. يو الله وكيلك يا ام حسان، اول ما شفت لهالصبيه تعبت هيك بقلبي مثل السكره، وبناتي بيموتوا عليها. وانتو كمان اختي ام طالب والله بتنحبوا قشه لفه وبتفوتوا على القلب بلا احم وبلا دستور. هذا من ذوقك تقبريني. صالحه عملي لنا قهوه تقبريني. من عيوني يا ماما. شو هالبنات اللي عندك يا ام طالب، ما شاء الله عليهم ويخزي العين، حلاوه وقطافه وظرافه وغير شكل. هذا من ذوقك ولطفك تقبريني. ولا مريم اللي كانت مصموده امبارح ما شاء الله عليها مثل الاميرات. والله يا ام طالب بيلبق لكم العز والجاه. يخلي لي اياكي ما احلى هالحكيات، ان شاء الله بتسلمي لي. بيني وبيني لو انا بدالك لجيب 20 بنت من صنف صالحه ومريم الله يسلمها. اذا من لب فرنسا كولونيل قده ودلقه طار اعله بخلفتك يا ام طالب.
الحمد لله، الحمد لله على كل حال، الحمد لله. إيه ما اختلفنا، الحمد لله على كل شيء. بس والله والله بزمتي وديني كانت مريم وصالحة أحلى بنتين بين الحاضرات كلهم بالعرس. لك دخلك؟ شو بتاكلي لحتى بناتك بهالحلاوة كلها؟ لك إن شاء الله بتقبشيني ما أحلى هالحكيات، أنا باكل زبدة وسكر. عن جد. فلقتين قمر يخزي العين حولهم وحواليهم. لكن لو كنتي شفتي بنتي الله يرحمها وش السعد، شو كنتي بدك تقولي؟ يوه، ليش كان عندك بنت وماتت يا أم طالب؟ لا لا ولا لا يا بلا لا الذهب والفضة. شكت روحي ويا ما نده القلب، شرياني وجروحي تنده إلك يا رب، ببكوتي ونوحي تهون علي الصار فوح يا ريحان.